أنت جميلة كأنك أخرى. لقد تغيرت صح؟ صحيح، أنت جميلة جدا. طبعا قبلا كنت قبيحة. لا لم تكوني، لكن كنت غبية وساذجة وبلا اعتبار. اسمعي غوادالوبي، أعلم أنك كنت في سرك تضحك علي لأني كنت أعتقد بأني أعني لك شيئا. أخبريني لماذا تغيرتي؟ هكذا ببساطة أردت أن أعلم إن كان باستطاعتي أن أكون فاتنة وأنيقة وخصوصا جذابة، امرأة تعجب كل الرجال. لقد حققت غايتك. نعم، أتدري ألفريدو؟ الآن أصبح لدي الكثير من المعجبين. لكن غوادالوبي أنت تمشين بشكل طبيعي. نعم، لم يعد لدي أي إعاقة. هذا لا يصدق. أليخاندرو شفاني أجرى لي عملية بسيطة جدا ألفريدو. عشت حياتي وأنا عرجاء مسكينة لأنني لم أستشر اختصاصية. طبعا لأنني كنت خجولة ولم تكن لدي الجرأة، لكن التجارب علمتني، لهذا تغيرت. يسعدني أنك تغيرتي، صدقيني. شكرا. على أي حال ماذا تفعلين هنا؟ أحاول أن أنقذ ما حاولت أنت هدمه. نعم، بوجودي هنا أصبحت في صراع دائم معك. أردت أنت أن تهدم المؤسسة وأنا أحاول أن أمنع ذلك. غوادالوبي، يخطئ المرء أحيانا ويفعل أشياء يندم عليها. اسمعي، يجب أن نتكلم، يجب أن نوضح الكثير من الأمور. هل نذهب إلى مكان آخر؟ لا. لما لا؟ لأني مشغولة جدا. وهذا المساء؟ مستحيل. غوادالوبي، عندما سافرت فكرت كثيرا بك، فكرت بأشياء كثيرة. تذكرت كيف كنا نخرج معا. صحيح. اسمعي غوادالوبي، يجب أن نتكلم، أرجوك افهميني. وفابيانا؟ من؟ زوجتك، أعني السابقة. سأجده وسأقتله. رودولفو اهدأ أرجوك، لا تقل هذا. ماذا تريدين أن أفعل؟ أتعلمين ماذا يعني وجود ذاك الرجل هنا؟ لم يأتي من أجلي بل من أجل غوادالوبي. هذا لا يهمني، ما كان يجب أن يأتي، سأخطف روحه. لا اهدأ أرجوك وتعقل، تعال اجلس. قل لي أولا أين ستبحث عنه؟ لا تهتمي، سوف أجده. لكن اهدأ. لن أهدأ، سأجده وسأقتله. هيا كفى رودولفو، عندما كان يجب أن تقتله لم تفعل، فلما هذا الحماس الآن؟ كيف لما؟ لأن الأمر مختلف. صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لأنك ستلدين طفلا، هذا هو السبب. لا أفهم ما دخل هذا بالأمر. كنت أعتقد أنه لن يعود أبدا وأنه اختفى من الوجود ولن يعود ويزعجنا بعد الآن، لكن لا، يبدو أنه عاد وبكل وقاحة أتى إلى هذا البيت وكأن وجودي لا يهمه. كيف يجرؤ؟ يخطئ إن اعتقد أني سأسامحه. رودولفو أرجوك اسمعي، سيكون عليه أن يواجهني. ألفريدو وأنا سنواجه بعضنا. أجبني، سألتك عن فابيانا ألفريدو، هل جاءت معك؟ لا، أتيت وحدي. تركتها في إيطاليا تنتظرك؟ ليس بالضبط. غوادالوبي، يجب أن أكلمك. طيب
لكن ليكن كلامك مختصرا، لأني لا أريد أن أضيع الوقت. ليس هنا. إذن الأفضل لك أن تذهب. يجب أن نتكلم، من فضلك تعالي معي. سنذهب إلى مكان هادئ جوادالوبي. إلى أين؟ إلى منزلي. لا. لم لا؟ تخافين؟ مما أخاف؟ من ذكرياتك، من شعورك بالضعف عندما نكون وحدنا. لا تضحكني ألفريدو، أنا لم أعد أخاف. برهني لي. تتحداني؟ نعم. هيا. ماذا تريد؟ سأخرج لبعض الوقت. غوادالوبي لا يمكنك أن تخرجي معه. لا تقلق أنطونيو، أراك لاحقا، سأعود بسرعة. ولكن أمي، هل تعلمين ماذا فعلت؟ هل تعلمين كيف حال المنزل بدونك؟ إنه مجرد مكان فارغ لا حياة فيه، يفتقد إلى لمستك، إلى حنانك، وفيه رجلان وحيدان لا يعرفان ماذا يفعلان وحدهما، ويأكلان طعاما مجلدا. ما تقوله يا بني يجعلني أتألم. لا بأس لا بأس، ربما أستعمل هذه الوسيلة كسلاح من أجلي، من أجل إقناعك، التأثير عليك. نعم ربما هي وسيلة أنانية أستعملها، ولكنها بدافع الحب. ماما، لا أحد يمكنه العيش بدوني، لا أبي ولا أنا. أنت تتعاطف معه لأنك لا تفهمني. أنا أتألم لأنه خانني. لو حصل هذا من جهتي، لو كنت أنا الخادعة أليخاندرو وأنا الخائنة، أكنتما سامحتماني؟ اسمع ماما، أنت تعلمين أننا... لا لا لا، ربما تسامحني لأنك ابني، أما والدك كرجل فما كان ليفعل. لكنه نادم جدا. نعم، لكنه تقبل رحيلي بكل سهولة، لم يتصل بي ولم يأتي ليعيدني. ما بكي؟ لا شيء. تشربين شيئا؟ لم لا؟ أعلم ما بك غوادالوبي. أنت تستعيدين الذكريات، الكثير منها. سيء،
الذكريات السيئة طبعا. لما لا تنسينها؟ أعتقد أنه سهل. ربما سهلت عليك الأمر إن سمحت لي. تكلم، أتيت بي إلى هنا. لماذا؟ تكلم ألفريدو، نحن وحدنا ولا أحد يزعجنا. قل لي ما تريد قوله. لا أعلم من أين أبدأ. يمكنك أن تبدأ من حيث تشاء، لكن المهم أن تتكلم. تعلمين لماذا فعلت هذا؟ عما تتحدث؟ فعلت أشياء كثيرة. أتحدث عن حصولي على ثقة عمتك وتوظيفها لي كمدير عام لأعمالها كي أوصلكم إلى الإفلاس الكلي. مسألة ديانا. نعم ديانا. مسألتي. ومسألتك. قلت لك تلك الليلة قبل الليل. فعلت كل هذا من أجل الانتقام. كي أجعلهم يدفعون. كنت أعيش وهاجسي الوحيد هو أن أحطمهم. تلك الفكرة حولتني إلى رجل قاس جدا ومتسلط. سعيت وراء هدفي وأصبحت غير قادر على التفكير أو الاقتناع أو الاعتراف بأن شعورا آخر بدأ يخالجني. وهكذا علمت أنني وقعت بحبك، ولكنني لم أتقبل ذلك، لأنني لو فعلت لنكثت بالعهد الذي تعهدت به، ولكنت خنت سبب وجودي أيضا. أردت أن أفي بوعد كبير، بوعد كان واجبا علي. حرمت منك غوادالوبي. حاولت أن أنساك. حاولت جاهدا أن أنساك لكنني لم أستطع. وعدت لأبحث عنك. ولأطلب منك السماح. هل انتهيت؟ لقد أكثرت من الكلام. أختصر الكلام ألفريدو. أريد أن نطلق. تريدين الطلاق مني؟ طبعا ألفريدو. ما بك؟ يبدو أنك تفاجأت. لم أعتقد أنك ستفكرين بهذا الأمر. ماذا كنت تنتظر؟ أن أبقى هكذا مرتبطة للأبد برجل فعل ما فعلته أنت؟ وبعدما ألحق بي ما لا يحتمل، ذهب إلى أحضان زوجته السابقة. اسمعي غوادالوبي، دعيني. لا أريد أن أسمع شيئا أكثر. كل ما أطلبه منك هو الطلاق. اسمع ألفريدو، لم أحضر الأوراق لأني لم أكن أعلم أين أنت. بحثت عنك ولكني لم أجد. وبما أنك ظهرت سنبدأ بمعاملة الطلاق في الحال. محامية هو بالطبع أنطونيو إنفانتي. تكلم معه. أنا لن أكلم أحدا بخصوص الطلاق. لما لا؟ لا أريد الطلاق. لهذا قلت؟ أعتقد بأنك فهمت جيدا. ألفريدو أنا أريد الطلاق. أنا لا أريد الطلاق منك. سيكون هناك حل قانوني لفسخ زواجنا ألفريدو. لا تفكري بهذا أرجوك. ماذا تريد ها؟ أريد أن تسامحيني. ألم تفهمي بعد؟ أنت مجنون. ما
مجنون بعد كل ما فعلت. دعيني أصلح ما فعلت. لقد فات الأوان لتصلح ما هدمت. غوادالوبي أنا أحبك. أنا أكرهك. اسمعيني، أنا أحبك. غوادالوبي هنا. لم تصل بعد، أليست في المكتب؟ كانت هنا وخرجت مع ألفريدو. غوادالوبي مع ألفريدو؟ وإلى أين ذهبا؟ قالت إنها ستعود باكرا. هل رأيتها تخرج معه؟ نعم، عندما وصلت كان يهمان بالخروج. عندما علمت أن روبنسون هنا لا أعرف، أردت أن أنبه غوادالوبي. فبعد كل الذي فعله ذاك الرجل أرى أنه ما زال يشكل خطرا عليها، ولا أعلم لماذا ذهب يبحث عنها الآن. أنطونيو، لماذا سمحت لها؟ كيف سمحت لها هي بالخروج معه؟ حاولت أن أمنعها، إنما تعلمين أن شخصيتها تغيرت وتبدو أنها واثقة من نفسها. مضطربة جدا أنطونيو. اسمع، رودولفو غضب جدا عندما علم أن ألفريدو عاد مجددا وأنه أتى إلى هذا المنزل. ذهب الآن ليبحث عنه. أنا أيضا أبحث عنه. لا أصدق غوادالوبي، مهما قلت ومهما رددت لي من مشاعر هذا ليس صحيحا. لا يمكنك أن تكرهيني. أكرهك ألفريدو، كل ما أشعر به تجاهك الآن هو الحقد والكراهية، أتفهم؟ ولا تتعجب من ذلك، لأن هذا ما أردته أنت لنفسك. اسمعي غوادالوبي، لقد فشلت، أتفهم؟ أردت أن أكون عبدة لك وكرهت الحياة بدونك. أنت مغرور وسافل، إذن اعلم، اعلم أنني كنت بغنى عن وجودك وقبولاتك ومداعبتك وحبك. لكن أي حب؟ لم تحبني أبدا. انتظري غوادالوبي، إلى أين؟ أنا ذاهبة. انتظري، أريد أن أكلمك. لا، ليس من كلام بيننا. قلت لك ما أريده، أريد الطلاق، وتعرف ما أشعر به تجاهك. هذا غير صحيح غوادالوبي، أنت تحبينني. دعني. لن أدعك، افهميني. أفهمك، وكيف أحبك ها؟ بعد كل ما فعلته بي ألفريدو، بعد العذاب الذي سببته لي، بعد معاملتك الوحشية وكلامك الجارح لي ألفريدو. أرجوك افهميني من فضلك، عشت وفي رأسي هاجس واحد كل تلك السنوات. أرجوك افهمي غوادالوبي. اسمع، لا تحاول أن تبرر ما فعلته، لقد فات الأوان. أنا لا أحاول أن أبرر ما فعلت. أتذكرين ما أخبرتك به عما حصل لعائلتي؟ يجب أن تعترفي بأنها ضربة قاسية. كان أمرا رهيبا، كنت لا أزال طفلا، رأيت والدي مقتولا ومشنوقا. أسكت. لماذا تريدينني أن أسكت؟ اسمعيني. أسكت. كان مشهدا رهيبا غوادالوبي، افهمي ذلك أرجوك، وقد أثر علي كثيرا. عرفت المذنبين ولم يكن بوسعي أن أسكت عما فعلوه بعائلتي. لم أستطع أن أعيش بسلام دون أن أفكر بأنني يوما ما سأعاقبهم على ما اقترفوه. أعاقبهم؟ لا تعاقب الأبرياء. صح، معك كل الحق. لم أكن عادلا، أعترف، عرفت ذلك فيما بعد. لقد أدركت الأمر عندما كنا معا ورأيتك بريئة من كل الأحداث المؤلمة. بشدة. كنت أضعف غوادالوبي، لكنك تذكرينني دائما أنك من السمران. ابن منسية، لم يتذكرها والدها إلا في اللحظة الأخيرة. صحيح، لكنه جعلها وريثة لكل أملاكه. ولهذا السبب جعلت مني ضحيتك بسبب هذا الإرث المشؤوم، ولم أكن أنا التي سلبته من عائلتي ولا من أحد ألفريدو. لم أكن أبه له. أعلم، أعلم ذلك. غوادالوبي، أردد لك، كنت ظالما جدا وأنا نادم على ما فعلت. لم يعد ينفع الندم. اسمعي، لست نادما فقط لأنني علمت، بل غوادالوبي أحبك. اسمعي، أرجوك، انظري. لا تنظر إلي هكذا، أنا لا أكذب. صدقيني حبيبي، صدقيني، لقد تغيرت كثيرا، لقد تغير شعوري نحوك. حقدي تحول إلى حب، وعنفي إلى حنان. أحبك غوادالوبي، أحبك.
صدقيني، أحبك حبيبتي. أما أنا فلا. كنت تحبينني كثيرا، لا يمكن أن يكون قد مات كل هذا. أنت قتلته، أنت أردت تحطيمي. أردت تحطيم السمبرانو وليس أنا. أنت من السمبرانو ألفريدو. إلى متى ستبقين هذه الجواهر أمامك تنظرين إليها وتتفحصينها؟ متى ستقررين بيعها؟ لن أبيعها. قلت لك لا أفكر بالتخلي عن جواهر. لك ويزا، نحن بحاجة إلى المال. لا تهتم كارلو، سنحصل عليه. إنما ليس ببيع المجوهر. افهم، ولما تخبئينها؟ أين ستضعينها؟ هنا في هذا الحي؟ لن أبقى كل حياتي في هذا. سنتحسن. عندها سيكون علي أن ألبس جيدا وأضع جواهري. إياك أن تفكر بأنني سأستعمل يوما حليا من تلك التي تباع هنا. ليست حقيقية، بل هي مزيفة. اسمع يا لويزا، أنا لا أطلب منك أن تبيعيها كلها، بل بعضا منها. فكري بالأمر جيدا، افهمي أننا بحاجة إلى المال، ليس فقط لنعيش ونأكل، بل من أجل عملية دانييلا. لن يدفع التأمين المال كله للمستشفى، وسيكون علي أن أدفع قسطا مهما. لا تقلق. وكيف لا أقلق لويزا؟ من أين سأحصل على المال؟ أخبريني، من أين؟ قلت لك أنني سأستعيد مالي كارلوس. لا يهم إن كنا اليوم مفلسين، لأنني سأنتصر. سأستعيد ما هو لي وما كنت أملك بالطبع. لقد ولدت لأعيش جيدا كارلوس، لأعيش في النعيم وأنعم بالمجد وبالسلطة، وهذا لن يسلبني إياه أحد أبدا. لن ينتصر علي أحد. سابيزا، بدأت تصابين بالجنون. أنت لا تفهمني كارلوس. طبعا فأنت ضعيف، بينما أنا من السامبرانو. لا تقارني نفسك بهم، فأنت مختلفة غوادالوبي. كنت مختلفة لكني لم أعد. حبيبتي تعالي، لن تذهبي إلى أي مكان. ربما لم أكن مختلفة ألفريدو، لكن تذكر أنا أحمل دم والدي وعمتي لويزا، وإلا لما كنت استطعت أن أتغير هكذا. غوادالوبي أرجوك. لقد تغيرت، ليس فقط بمظهري، فهذا سهل. يلزم بعض الوقت عند المزين لأصفف شعري وأتبرج وأشتري ثيابا ثمينة. لا، أنا لم أتغير فقط ظاهريا، بل داخليا. صرت قاسية وقوية، ولدي قوة وقبضة السمبرانو. هذا ليس صحيحا. لقد تسلمت مسؤولياتي كوريثة، وأنا الآن رئيسة المؤسسة. أنت؟ لا أصدق. بلى ألفريدو، واعلم أني أنقذها من الهوة التي أوقعتها فيها، وأحاول إنقاذها من الأزمة المادية التي تسببت بها. سأسترجع ما فقدناه، وسوف أحافظ على ممتلكات عائلتي. لكنك تعلمين. حاولت أن تحطمنا ألفريدو، لكنك لم تنجح، ولن تنجح بإيذائي ولا بإيذاء عائلتي. لقد كنت بائسا، لكن أتعلم، بالرغم من كل شيء علي أن أشكرك. لأنه لو لم تضربني لكنت ما زلت تلك الفتاة الغبية البسيطة الحالمة التي عرفتها يوما ألفريدو. أحببت تلك الفتاة بالتحديد. إذا لم تعد كما هي،
فقد انتهت كل أحلامي وبدأت أفكر بالواقع. أنا من السامبرام، لقد أصبحت كالميزة سامبرام. غير صحيح غوادالوبي، لن أصدق ذلك. بل صحيح، اكرهني، اكرهني إذن كما تكرهها، وأيضا كما كرهت والدي. أنا الآن أكرهك أنت. ليس صحيحا غوادالوبي، أنت لا تكرهينني. دعني، حاول أن تلمسني وإلا سوف تنسى. مين منا ما بيحب ينقص؟ أنا ستعلمني عندما تصل. إن لم أفهم كيف قبلت غوادالوبي أن تذهب معه. لماذا ذهبت معه؟ كنت أعتقد أنها لا تريد رؤيته. بالرغم من كل ما فعله بها، كنت أعتقد أنها تكرهه وتتمنى موته. ولكن ما إن ظهر حتى لحقت به بكل هدوء. أن ألفريدو يمكنها أن يخدعها الآن، إلا إن أرادت هي ذلك. أريد أن أعلم ما الذي يجري بينهما. كيف حالي؟ ما الذي يحدث؟ ألفريدو روبنسون عاد وذهب بنفسه ولا نعلم أين نجدهما. ربما قد ذهبا إلى بيته. ليبيا، من أين تكلمينني؟ يا إلهي، لما أنت في تلك الكبارة؟ لا يوجد شيء هناك وسط الجريمة. أغرمت بشاب من تلك العائلة. أي حظ سيء يجمعنا بالسمراء. نعم طبعا، يجب أن تنزع هذه الحجارة بنفسك. فعلت حسنا بإبعادها عنك. عاد إلى الولايات المتحدة. قال لي إنه يحبك. لم يحاول حتى التهرب من الاعتراف وذهب يبحث عنه. أعلمين كيف هي حالتي. نعم طبعا أعلم وقع هذا الخبر عليك. أنا امرأة مجروحة وأنت غاضبة. نعم نعم إنه حقا مجنون. تصوري أنه اعترف لي بكل بساطة بأنه يحبها وذهب مسرعا ليراها. لكن انتبهي، هما متزوجان، وما من شيء سيمنعهما من الاجتماع. غوادالوبي اسمعيني. اتركني. اسمعيني، تعلمت أن أحبك. لا أريد. اشتقت إليك، أرجوك. لا أريد أن أسمع أكاذيبك. أنا صادق هذه المرة. كلامك لا يعني لي شيئا. هذا غير صحيح غوادالوبي. لقد تغيرت كثيرا في غيابك ألفريدو. إلى أين؟ أنا ذاهبة. لم ينتهي كلامنا بعد، تعالي إلى هنا. بالنسبة لي لقد انتهى. الآن تعلم ألفريدو، أريد أن أطلق. قلت لك أنني لن أطلق. سأحصل عليه رغما عنك. دعيني أبرهن لك أنني أحبك. كاذب. هكذا تريدين أن أعاملك؟ أيها الغبي، أنا أكرهك، أكرهك. دعيني، أنت زوجتي وسأحصل عليك ولو بالقوة. أتركني ألفريدو، أتركني، أكرهك. أتركني ألفريدو، اتركني. أنت زوجتي وستكونين لي رغما عنك. دعني. لن أدعك.
لن نشتري شيئا. سوف نعم سنعود، ولا تفرحي كثيرا لأنني لن أسمح لك بأن تخرجي مع ذاك الشاب. مامي لا تجادليني بيرلا، لولا المشكلة التي لدي لأبقيتك هنا إلى أن تزول تلك النزوة. أمي هذه ليست بنزوة. يجب أن أعود. لماذا؟ ماذا جرى؟ ألفريدو عاد. تصور تقرب منها بكل بساطة لينتقم بأحداث حصلت في الماضي. ساعدتني فعلا. أعلم ذلك، أعرف كل شيء. إن ألفريدو صديقي منذ عدة سنين، كان معي. اسمع أبتي، كل ما في الأمر أنه مرت علينا أيام غريبة. علمنا أن أمي خانت أبي منذ عدة سنوات مع أعز صديق في العالم، والمشكلة أنه أنني تصرفت بحماقة. لما تقول هذا هنري؟ لأنني كنت أخرج مع فتاة. لكن أي ضرر في ذلك أن تخرج مع فتاة من عمرك؟ الحب أمر جيد وجميل. نعم، لكنني لست مغرما بها. كانت علاقتنا علاقة جسدية، فأمي كانت دائما توبخني وتهينني لأنني لم أخرج يوما مع نساء، ولذا كانت ماريلين ملاذا لي. ولكني الآن نادم. إن تلك العلاقات السطحية تترك دائما وراءها فراغا شعورا بالوحدة. نعم، ولهذا السبب سأخسر الشخص الذي أحبه فعلا. لقد تعرفت على فتاة أحلامي، فأنا مغرم بفتاة محترمة ناعمة وحساسة. كأننا ولدنا لنكون معا. تلك الفتاة طيبة التي كنت أبحث عنها، ووجدتها أخيرا، وهي حقيقية، ونحب بعضنا. لا تعلم كم يفرحني هذا الخبر هنري.
أول قبلة حب مني كانت لها. إذن هي تتجاوب معك. نعم تحبني، إنما ما يفرقنا هي أمها، فهي لا تريدني أنا وبيرلا أن نستمر. اسمع، ما هو اسم تلك الفتاة؟ بيرلا أبتي، بيرلا روبنسون. مين منا ما بيحب ينقص؟ أكرهك أكثر من قبل ألفريدو. أرجوك حبيبتي. اسمع ألفريدو، إن كنت تنوي أن تبرهن لي أنا بالذات أني ما زلت أحبك فأنت مخطئ جدا، لأنني أصبحت أكرهك أكثر من أي وقت. أرجوك جوادلوبي. أكرهك، أتفهم؟ أكرهك أكثر من أي وقت، أسمعت؟ أكرهك. جوادلوبي انتظري. جوادلوبي فكري قليلا. أيها المتحلل. اهدئي اهدئي أرجوك. أيها المتوحش. اهدئي حسنا حسنا اهدئي. كفى 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 اهدئي. اتركني. كفى 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 اهدئي. دعني. ماذا حصل لوبي؟ لا شيء. كيف سمحت لهذا الرجل بأن يأتي بك إلى هنا؟ لم يأتي بي أليخاندرو، بل جئت بملء إرادتي. ولكن اسمع أليخاندرو، لقد أنهيت حديثي، هيا بنا. مرحبا داني، كيف حالك؟ ما زال المصل معلقا ولا يمكنني التحرك، وهذا يزعجني. انا لا اتحرك. على مين كنت دائمة الحركة؟ لكن اعلم انه قريبا جدا. بعد عدة ايام ساتمكن من ان انهض من الفراش وامشي. شكرا لارسالك، انها من العائلة. أعلم أنكم أرسلتموها باسم الجميع، لكن أنت اشتريتها. أخبرني هذه أن ألفريدو عاد. نعم. وماذا تعني عودته إليك؟ لا شيء دانيلا. وجوده كغيابه لا يعني لي شيئا. كيف حالك حبيبتي؟ هل أنت أفضل؟ بقلبي أبي. هل رأك أليخاندرو؟ جاء باكرا إلى هنا. صحيح. إن عليه أن يفحص رجلي. أرأيتي عندما لا تسمعين كلام أمك ماذا يحصل؟ هذه هي نتيجة معاشرته لأناس غير مسؤولين. أمي تعلمين سبب الحادث. اسمعي اسمعي أرجوك لا تذكريني بذلك الوقت. ها، وعندما منعتك من معاشرته دانيلا. لكنني ذهبت إليك أمي ولم تستقبليني بل خرجت. أرجوكما لن نتكلم عن ما جرى له. نعم سنغير هذا الموضوع. عندما سأخرج أقصد حالما أمشي سأزوركما في الأوتيل الجديد. ألم تخبرها كارلوس؟ بلى، لقد شرحت لها أن حسناً أن الشقة كانت كبيرة علينا ونحن الاثنان وحدنا لذا. تفضل دكتور. صباح الخير.
دكتور أهل دانييلا ليزا كارلوس. كارلوس تشرفت. والسيدة غوادالوبي سامبرا. تشرفت دكتور. الدكتور أورتيغا هو في هذه الحالة أنا مساعد هذا الجراح الكبير. حسنا، هل تبدأ بالفحص؟ طبعا دكتور. اخرجوا من فضلك. أنا سأبقى هنا لأنني والدتها، أليس كذلك؟ سنفحص رجليها. شعورين بشيء؟ لا تؤلمني. هل تشعرين هنا بشيء؟ أشعر كأن رجلي مختلتان. أشعر بشيء. ألفريدو، ألفريدو كيف تنام هكذا؟ حرمتي أوليفيا، لماذا نمت وأنت ترتدي ثيابك؟ استلقيت لدقيقة فغلبني. وصلت البارحة وسألت الخادمة عنك فقالت إنها لا تعلم أين ذهبت. كنت في الكابانة مع فارس، أردت أن أبقى معها بعض الوقت هنا. أبلا؟ لماذا؟ لأن ابنتي وبكل بساطة أغرمت بابن لويزا سامبرانو. هنري؟ نعم، به. يا له من قدر غريب. ألفريدو لماذا عد؟ كان علي أن أعود. كنا جميعا نعرف عمتي بأنني يوما ما كنت سأعود. لا تخفي عني شيئا، اتصلت بفابيانا. قالت إنك تركتها وإنك تحب غوادالوبي سامبرانو. هذا صحيح؟ نعم صحيح. وكيف تقول هذا بهذه البساطة؟ إنها الحقيقة، أنت سألتني وأنا أجبتك. لكن هذا مستحيل، أنا لم بل هذا صحيح، أحب غوادالوبي وأنا لن أتخلى عنها. هل جننت؟ كيف تقول هذا بعد كل الذي أفهمتك إياه وكل ما زرعته في قلبك؟ كيف تتخلى عن القيام بواجبك ألفريدو؟ اسمعيني عمتي، إنك أنت من ملأ قلبي وعقلي بهذا الحقد الكبير. أجبرتني أن أتعهد بذلك العهد. ألفريدو، لأجلك لم أعد كائنا بشريا عمتي، ألا تفهمين؟ بل تحولت إلى آلة عقاب. لقد كنت الذراع المنفذ لانتقامك. لكنه انتقامك أيضا ألفريدو. نعم هو انتقامي أيضا، لكنني لست معصوما، أنا رجل عادي، فهميني. شعوري الآن مختلف تماما عما زرعته فيا. ربما وجدت الحب حيث لا يجب، أنت على حق، وجدته في المرأة الوحيدة التي ما كان يجب أن أحب. لكن هكذا هو الحب، وجدته فيها، في غوادالوبي، في غوادالوبي. إنما لم يكن هذا، تزوجت منها كي أحطمها، حققت ذلك، لكن القدر لعب لعبته، وكل بغضي وحقدي انقلب ضدي. أتفهمين ذلك؟ لقد أديت أعز الناس إلى قلبي. اسكت ألفريدو. لماذا عمتي لماذا؟ أسأت معاملتها وحطمتها،
ولم أشفق عليها أبدا. رجتني فلم أسمعها وأقفلت أذني عندما بكت. بعدما نلت مرادي منها شعرت أن انتقامي لم يرحني ولم يشعرني بالسعادة. ألفريدو لا، كان انتصارا لكنه مؤلم. فعندما حاولت أن أؤذيها أذيت نفسي، وعندما حاولت أن أكرهها تعلمت أن أحبها. كفى كفى لا تكفى. لكن لما لا تسمعينني؟ يزعجني ما أسمعه منك. وأنا أيضا أزعجني ما فعلناه. عشنا طوال حياتنا ونحن نفكر بحقد، وقد سمم هذا الشعور بالحقد والانتقام أجمل ما في حياتنا. كان واجبا وكان علي أن أجبرك على تنفيذه. لكن ليس مع غوادالوبي. غوادالوبي هي فتاة بريئة. إنها من السمبرانو وهي الوريثة. أنا أحبها ولا يهمني هذا. لا، أنا لن أتركها عمتي. أحبها ولن أتخلى عنها. لن أتخلى عن أجمل شعور أحسست به. لن أتخلى عنها لا من أجلك ولا من أجل أحد. أريد رؤية ألفريد روبنسون. حسناً، لكن انتظر لحظة. دعيه بيرلا، دعينا وحدنا. يسعدني مجيئك، كنت سأبحث عنك بنفسي. هناك أمور يجب أن أشرحها لك. صحيح، ما هي؟ تتعلق بتصرفي في مؤسسة سامبرانو. علمت أنك مديرها من جديد. هذا صحيح، لكنني لم آتي لهذا. جئت لأمثل قانونياً غوادالوبي في مسألة شخصية. مسألة شخصية؟ ما هي؟ بصفتي محاميها وكلتني بقضية الهجر القانوني. الهجر القانوني؟ لذا علي أن أعلمك أنني سأقدم شكوى قانونية بطلب الطلاق.